تعالوا دلوقتي نشوف معاكم أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: تدريبات خفيفة للاعبي الأهلي في ميران اليوم. الشروق عاشور ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية. بوابة أخبار اليوم: مؤمن زكريا يكتفي بالجيم في ميران اليوم. المصري اليوم: ثنائي الأهلي فتحي والشناوي واصلان التأهيل في الجيم. كرة: الأهلي يستعيد أجايي في يناير. اليوم السابع: محمد يوسف، الأهلي هدفه بطولة الدوري ولا أنشغل بصفقات يناير. الأهلي.com: الكاف حكم تونسي يقود مباراة الذهاب بين الأهلي وأبا جيفار والصومالي للعودة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يعلن استلام أرض فرع التجمع بعد صدور القرار الوزاري اليوم. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: رجال سلة الأهلي يبدأ المعسكر مواجهة سبورتينج.